هذه السلسلة مقدمة لكم من أميو أن تطوان التعليمي. نموذج الأمم المتحدة باختصار هو محاكاة للاجتماعات الحقيقية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يمثل فيها كل مشارك دور مندوب دولة في المجلس، والهدف من هذا المجلس هو إيجاد حلول للمشاكل التي سيتم اقتراحها كموضوع قبل المؤتمر الخاص بك، تماماً كما هو الحال في الأمم المتحدة الحقيقية، وستتاح لك الفرصة لصياغة قرارات وإيجاد حل دائم لبعض القضايا الهامة اليوم. هدف الأمم المتحدة في الحقيقة هو منع الصراعات وتعزيز التعاون الدولي، إنه منتدى للدول لتعبير عن وجهات النظر واتخاذ القرارات معاً للقيام بذلك. هناك العديد من الأجهزة في الأمم المتحدة، مثلاً الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وغيرها الكثير. في نموذج الأمم المتحدة ستتاح لك فرصة لتكون جزءاً من قرارات تقع في قلب الأحداث العالمية، وفرصة لتعلم القواعد والمبادئ التوجيهية التي تتبعها دول العالم بشكل عام في الحوار والنقاش واتخاذ القرار، بما في ذلك قرارات انبعاثات الكربون والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان والحروب. نموذج الأمم المتحدة مؤتمر للتعاون وليس للتنافس أو التسابق من الأفضل، يتعلق الأمر فيه بمدى قدرتك على العمل معاً والتغلب على الاختلافات في الآراء والمواقف كمندوب للبلد الذي تمثله. عليك التمسك بسياستك الخارجية، ولكن أيضاً بمعرفة كيفية التنازل مع الآخرين من أجل حل أفضل للجميع. نموذج الأمم المتحدة في العديد من دول العالم ورش شبابي كبير يساعدك على اكتساب المهارات الحياتية مثل المهارات التقنية والتفكير النقدي والإبداع والتواصل الاجتماعي. إذا كنت مهتماً بالانضمام إلى مؤتمرات نموذج الأمم المتحدة، مرحباً بك لتنضم إلينا في تطوان المغرب. وإن كنت قلقاً بشأن عدم معرفة ما يجب فعله، فقد أتيت إلى المكان الصحيح، ونحن في أميو أن تطوان سنبذل قصارى جهدنا لمساعدتك على الاستعداد وتعلم أساسيات الأميو أن. فقط تابعنا على صفحتنا على الفيسبوك واليوتيوب والإنستغرام. نراكم قريباً.